طبعا مهنه المسحرات مهنه شبه منقرضه مع التكنولوجيا اللي وصلنا لها بايامنا الحاليه. مسحرات دوره هو يصحي العالم الصايمه طبعا اللي بدها تصوم، لانه تتناول وجبه السحور قبل ما يبلشوا مسيره الصيام لنهار اللي جاي. اليوم ببلا جمرك حبينا نحكي عن هالموضوع هيدا وعن المسحرات يلي بالفعل إذا بنشوفها بالأفلام والمسلسلات قبل بنحس أنه بطلت موجودة بأيامنا الحالية، ولكن ببعض المناطق اللبنانية ومنها منطقة صيدا المسحراتي بعده موجود. حمد غزاوي، مسحراتي رمضان، بلا جمرك. اصحى يا نايم واحد الدايم واحد الله، رمضان كريم رمضان كريم شهر عظيم شهر التوبة والغفران. اصحوا يا عباد الله وحد الله لا إله إلا الله، رمضان كريم شهر عظيم شهر التوبة والغفران. قوموا إلى طاعة الله يرحمنا ويرحمكم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما توفي سيدنا طه بكى السادات، عجزت له الملائكة في السماء. أول كلمة قالها لا إله إلا الله، والثانية محمد يا رسول الله. قوموا إلى طاعة الله يرحمنا ويرحمكم الله. رجع العيد بتوب جديد، جايب معه الزغاريد، جايب معه أحلى فرحة. يا رب تبارك وتزيد، يا رب تبارك وتزيد. رجع العيد بتوب جديد، جايب معه الزغاريد، جايب معه أحلى فرحة. يا رب تبارك وتزيد، يا رب تبارك وتزيد. هنا يا شعب بلادي شرف يوم السعادة، هنا يا شعب بلادي شرف يوم السعادة. اليوم الفرحة بتنادي أهلا بالعيد السعيد، أهلا بالفطر السعيد، أهلا بالعيد السعيد، أهلا بالفطر السعيد. يا محمد تفضل معنا. طبعا صورة المسحرات صورة رمضانية من تقاليدنا وعاداتنا الشعبية رمضانية بالعالم العربي كله. المسحرات هو صورة بتكمل شهر رمضان كمان أكيد بتقاليده وعاداته. طبعا المسحرات هو ببلش مسيرته قبل ساعتين من السحور تقريبا، بيجول بالمناطق اللبنانية وبالشوارع الصايمين لأنه يتذكروا يصحوا ويتناول وجبة السحور اللي ما بعده سهران اللي نام بكير كمان. طبعا هيك أنا رح أترك لك الحديث لألك بما أنه نحن اليوم بلا جمرك، عليك تحكي وتخبرنا أكثر عن مسحراتي وتردنا لورا كمان إن شاء الله. نحن اليوم أستاذ جورج جوزيف، عفوا أستاذ جوزيف، نطلع مثلا منسحر الناس. كيف منسحر الناس؟ مثلا نكون على الدف أو على الطبل أو على الطبلة، اصحوا يا بيت كذا وحيد الله، يعني مثلا اصحوا يا بيت حويك وحيد الله، رمضان كريم. يعني مثلا بكون اليوم ابنك منقول له مثلا باسمه ومهيك بنبسط كجو حلو، ياي بابا اجى عمو المسحر، بصير هو ينطر كيف جو المسحر، جو هيك فرصه حلوه وعالم فايقه وعالم سهرانه وجو خشوع وصلاه وايمان والناس رايحه على الجوامع على المساجد وجاي من المساجد وفرقع والعاب ناريه،
جو جو كتير حلو. يعني أنا بعرف إنه المسحراتي هو ما بتقاضى أجر، ولكن العالم يلي بتوعى على صوته واللي بتوعى على كلامه كمان هن اللي بينهلوا عليه بالهدايا والمال هيك كان قبل، بعدها بنفس الطريقة، بعدها نفس الشيء، ما تغير فيها أي شيء، بالعكس جو حلو وأناشيد جديدة وتواشيح حلوة وفي هيك انشود هيك صغيرة. أنا هيك حافظها، قلت بتسمعك هي. يلا صلوا صلاتين على النبي طه الزين، صلوا صلاتين على النبي طه الزين، أبا فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، أبا فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، صلوا صلاتين على النبي طه الزين، صلوا صلاتين على النبي طه الزين، أبا فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، أبا فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. كل الأناشيد فيها تنقال؟ كله، ما في شيء ما بينقال بهالمناسبة، كل شيء مثلا طلع البدر علينا فينا نقولها؟ نسمعك إيه فينا نقولها بمسحراتي بقولها هو عم بيجول؟ طبعا أكيد بقولها. أها. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا. قول معي ما دعا أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حلو كتير. في كمان هيك انشود كتير حلو انا بحب اسمعها دايما برمضان، هلا مش خاطر على بالي، واعرف اذا انت بتتذكرهم. شو بتقول عاده انت وماري؟ طلع البدو علينا مثلا. شو بدي اقول لك، في كتير كتير اناشيد كتير قد ما بدك. بتالف قصص بتقولها مثلا قريبه من المناسبه؟ انا هلا قلت هيك بس مقاطع مقايل يعني من فريق للأمجاد والتراث الفني بقيادة الحاج ناصر الغزاوي. عم نشتغل هلأ إن شاء الله على الموضوع، وإن شاء الله قريبا حننزل مقالات كمان حلوة وأحلى. أنا هلأ هيدي اللي قلتها جديدة. طب محمد، المسحراتي المودرن كيف بيجول بالمناطق؟ المسحراتي المودرن هلأ اللي هلأ نحن عايشينه هلأ يوم كيف؟ قبل كان يزور يعني يمرق بالشوارع لبيوت قريبة تحت، بس هلأ في عندك بنيات وعشر طوابق وخمسة عشر طابق ما رح يسمعك فوق. يعني هل بتجول بسيارة حاطت هوبرلور حاطت؟ قل لك أستاذ جوزيف، نحن اليوم بعض الأحيان يعني أنا في عندي سيارة نعم وفي امشي مشي. اوكي. هلا انا اذا بحال مشيت مشي، مش رح امشي هيك انه بصوتي ويا نايم واحد الدايم واحد الله، اكيد لا، بدي يكون معي بس ميكروفون. اوكي. ميكروفون وبلش على 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 الميكروفون بيطلع الصوت وبوصل لوين ما بدك. كل يوم تمرق بشهر يومي. رمضان يومي يومية بشوارع وين؟ صيدا؟ بشوارع عبرة. نعم. بدي يعني عندي قسم من عبرة يلي معينين لي دار الاوقاف بدي افتل فيه. انت المسحرات الوحيد بهالمنطقه هون؟ في غيري بس لفوق شوي. اوكي. في غير مسحرات يعني طبعا. يعني مش مزبوط انه هالمهنه مثل ما عم نسمع انه شبه منقرضه، انه بعد الاوقاف عم بتوكل المسحرات لانه يوعي العالم مشان السحور. طبعا. نعم. لكن كيف لكن يلي بموت خلاص ما عادش يجيبوا غيره. اها. اكيد يلي بموت بده يجي غيره، بده يقدم طلب وبده ينعرض على سماحه المفتي وشوفه كذا، اذا ادمي اوكي بتفضل. قلت لي بيعطوه بطاقة. بطاقة. بطاقة انه هو مسحراتي. انه هو مسحراتي. شو المواصفات المسحراتي؟ بده يكون آدمي. نعم. بده يكون ما عنده سوابق. بده يكون شريف. بخاف الله. ما يطلع منه مسبات. نعم. انه اليوم في بعض الاحيان يعني كيف بدي اوضح لك، هي سابقا مش هلا اكيد. كان يمرق عالم انه يعملوا حالهم انه هن مسحرين.
وبجو بس موسيقى وما موسيقى وكذا وهالقصص. يعني لازم يكون طبعا عنده الاخلاقيات المطلوبه طبعا. مع الرخصه اللي بتخوله انه يكون مسحراتي. قد ايه لك مسحراتي؟ صار لي 10 سنين. 10 سنين مدام غيدة مجذوب سالتني هذيك السنه من 9 سنين وهلا السنه العاشره عبال المية. الله يخليك وان شاء الله الله يديمك بهالمهمة يلي هي بتحافظ على تقاليدنا الحمد لله وتراثنا الرمضاني بلبنان. ثانك يو لك محمد. شكرا لك وسلام لاهل صيدا كلهم. الله يخليك اياك. وبدي اكيد استاذ بدي اشكرك وينعاد عليك. ثانك يو. بدي اشكر فريق الامجاد الفني والتراث بقيادة الحاج ناصر الغزاوي. نعم. وشكرا كثير لتلفزيون المستقبل اللي عم بيساهم بهالاجواء الرمضانية. يلا خلينا نختم معك بشي. يا عباد الله وحد الله لا إله إلا الله رمضان كريم شهر عظيم شهر التوبة والغفران يا عباد الله وحد الله قوموا إلى طاعة الله يرحمنا ويرحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.